نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد فرض الله عز وجل على عباده فريضة الصلاة، وجعلها الركن الأعظم بعد التوحيد، فهي أحد أركان الإسلام. فرضها ربنا عز وجل بعد التوحيد، وجعل لها من المنزلة والمكانة والفضيلة ما لم يجعل لغيرها من الفرائض والواجبات دون التوحيد. هذه الصلاة عباد الله، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل إنما أراد من هذه العبادة أن يؤديها المسلم بقلب حاضر وخشوع في القلب وسكينة في الجوارح. فإذا التزم المسلم بالصلاة
في واجباتها وأركانها، واجتهد في تحقيق الخشوع فيها، فإنه ينال خير الدنيا والآخرة. فلهذا لما أثنى الله عز وجل على المؤمنين بدأ بأبرز صفة فيهم فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ذكر الله عز وجل الخشوع في الصلاة لأهميته، ولأن الخشوع روح الصلاة ولبها، وعلى قدر الخشوع في الصلاة يتفاوت المصلون في نيل الأجر والثواب على هذه العبادة. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع السلف على أن المصلي ليس له من صلاته إلا ما حضر فيها قلبه، ليس للمصلي من صلاته إلا ما حضر فيها قلبه. فمتى حضر القلب واستشعر المصلي أنه في صلاة وراقب الله في صلاته وتدبر ما يقرأ في الصلاة كان محققا للخشوع. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم ليصلي وما يكتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: إلا عشرها. وإن أحدكم ليخرج من صلاته كما دخل فيها. تأمل في هذا الحديث الذي يبين كيف أن الناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا في نيل أجر الصلاة. يقوم المصلون في صف واحد، يصلون خلف إمام واحد بقيام وركوع وسجود وقعود، حركاتهم وأذكارهم واحدة، ومع هذا منهم من ينال نصف أجر المصلي، ومنهم من ينال الثلث، ومنهم من لا ينال إلا عشر الأجر، ومنهم من يخرج من صلاته كما دخل فيها لا يكتب له أجر، مع قيامه بالفرض وبراءة الذمة وسقوط الطلب فلا يؤمر بالإعادة، لكنه عند الله لا يؤجر، أدى مجرد واجب ولم يستحق على هذا الواجب أجرا ولا ثناء. لماذا؟ لأنه إنما صلى بجسده، أما روحه وقلبه فهو مشغول عن الصلاة، ولا أجر للمصلي إلا على قدر حضور قلبه في هذه العبادة العظيمة. أيها الناس، إذا حقق المسلم الخشوع في الصلاة فإنه يسعد وترتاح نفسه لما يدخل في الصلاة. ولهذا قال سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه. وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي راحة نفسه صلى الله عليه وسلم وانشراح صدره عندما يدخل في الصلاة. وحقيقة الخشوع عباد الله أن يحضر القلب في الصلاة، وأن لا يكون المصلي منشغلا إلا بالصلاة. فإذا كبر تكبيرة الإحرام يترك الدنيا ومشاغلها ويجتهد في حضور قلبه في هذه العبادة العظيمة. قال ابن القيم رحمه الله:
ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تغميض عينيه في الصلاة إنما كان خشوعه بالقلب، وهذا حقيقة الخشوع، فإنه عبادة قلبية محضة، ويظهر أثرها على سكون الجوارح وهدوئها. قد جاء في السنة إرشادات وتنبيهات للمصلي حتى يحرص على تحقيق الخشوع في الصلاة، فإن أمر الخشوع في الصلاة عظيم وعزيز، ولا يكاد يلتزم به أحد إلا خواص الناس. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام فابدأوا بالعشاء. وفي رواية لمسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يبين الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن هذين الأمرين، انشغال النفس بالأكل وانشغال النفس بوجود الأخبثين البول والغائط، أن هذا يشوش على المصلي، فلا يستطيع أن يطبق الإخلاص تطبيقا كاملا. لما يدخل في الصلاة وهو جائع والطعام موجود كيف يخشع في الصلاة؟ وهكذا لما يدخل في الصلاة وهو يشعر بالضيق من البول والغائط لا يكاد يخشع. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المصلي، مع أنه لو صلى في هذه الحال صلاته صحيحة، فلو صلى وهو مشغول بالطعام أو بالبول والغائط صلاته صحيحة، لكن فاته الكمال وفقد روح الصلاة ولبها، ألا وهو الخشوع فيها. فلذا يتخلص من هذه الشواغل، فيأكل قبل أن يصلي، ويقضي حاجته قبل أن يصلي، ويحرص على أن يترك جميع تلك الشواغل والصوارف التي تحول بينه وبين حضور القلب في الصلاة. فكل ما يشوش على المصلي ينبغي عليه تركه، فيتهيأ باله وقلبه لأداء هذه العبادة العظيمة، ويعلم أنه إذا دخل في الصلاة فإنه يناجي رب السماوات والأرض، ويناجي الله عز وجل، ويحرص على تحقيق مرتبة الإحسان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الخاشع يا عباد الله، الذي يجاهد النفس على حضور القلب في الصلاة. وما من أحد من المصلين إلا ويشكو من كثرة الوساوس في صلاته، وشأن الشيطان هكذا يشغل المصلي في الصلاة بالوسواس، فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله من شر الشيطان، وليجتهد في حضور قلبه. وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاهدت نفسك على الإخلاص ألهمك، فإذا جاهدت نفسك على الخشوع وفقك الله تعالى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه من تشغله الوساوس في الصلاة، قال: يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان. وهو في الصلاة التفات يسير بالرأس إلى جهة اليسار، فيتفل تفلا من غير بصاق ومن غير ريق، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لأن هذا الوسواس من الشيطان. إن المسلم إذا حقق الخشوع في الصلاة والتزم بها سيجد بركة هذه العبادة العظيمة وعظيم أثرها في دينه ودنياه. فإن الصلاة أكبر عون للمسلم على إصلاح أمر دينه ودنياه. ولهذا قال الله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا على أموركم الدينية والدنيوية بالصبر لما تؤدونها وتقومون بها، والصلاة فإن الصلاة تعينكم على هذا. قال الله سبحانه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي أنها ثقيلة وشاقة على الناس إلا على الخاشعين، فإنهم يتلذذون بهذه الصلاة ويتنعمون بها. يدخل أحدهم في صلاته ويناجي ربه في ظلمة الليل ولا يراه أحد في صلاته إلا الله، فيقوم قياما طويلا ويسجد سجودا طويلا ويركع ركوعا طويلا، ويجد السعادة العظيمة لأنه من الخاشعين. الصلاة تعين المسلم على إصلاح أمر دينه. يقول ربنا عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهاك عن كل فحشاء ومنكر. وقد أورد بعض العلماء إشكالا وأجاب عنه، وهو أن بعض الناس يصلون وملتزمون بالصلاة ولكنهم لا يتورعون من بعض المعاصي والآثام. كيف والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ يقال إن هذا الإنسان في صلاته خلل، ولو صلى صلاة كاملة بجميع واجباتها وأركانها وبخشوعها الذي هو روحها ولبها فلا بد أن يجد أثرها، ولا بد أن الصلاة تنهاه عن جميع المعاصي والآثام. الصلاة تهذب أخلاقه ومعاملته. قال الله سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. طبيعة الإنسان إذا مسه الخير وكان في نعمة يكون منوعا، أي يمنع الحقوق فلا يؤديها، وإذا مسه الشر ونزلت به مصيبة تجده جزوعا، أي يجزع ويتسخط ولا يرضى بقضاء الله وقدره. هذه طبيعة الناس إلا المصلين، فإن صلاتهم تؤثر فيهم فتهذب أخلاقهم ومعاملاتهم وتصلح نفوسهم لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن اجتهد في إصلاح نفسه في الصلاة واجتهد في تحقيق الخشوع فيها سيجد خيرها وبركتها في دينه وأما في دنياه فكذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، إذا نزلت به مصيبة أو أصابه هم وغم قام يصلي، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. ولما كان الخسوف والكسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس، مصيبة عظيمة ودليل على قدرة الله وإنذار الله عز وجل للعباد، لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة وأطال القيام والركوع والسجود وخطب خطبة عظيمة مؤثرة، ثم قال بعدها: إذا رأيتم شيئا من هذا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فالصلاة أثرها عظيم
إذا حرص المسلم على تطبيقها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على الصلاة وأن يجعلنا من الخاشعين فيها. قولوا قولي هذا، استغفر الله وأتوب إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الخشوع في الصلاة يحتاج إلى مجاهدة، ولهذا جاء عن ثابت بن أسلم تابعي جليل أنه كان يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فتنعمت به 20 سنة. وكان يدعو الله ويقول في دعائه: اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. رجل وجد السعادة في الصلاة فكابد نفسه وجاهدها على قيام الليل 20 سنة، ومعلوم أن من شأن قيام الليل التطويل في الصلاة. فبعد مجاهدة طويلة وجد لذة هذه العبادة وشعر بالسعادة فيها، فكان يرى أن الصلاة نعيم وأعظم نعيم، ويتمنى أن الله يأذن له ويعطيه قدرة على أن يصلي في قبره، مع أن الإنسان إذا مات انتهى عنه التكليف بالفرائض والصلاة وغيرها، ولكن هذا الرجل يريد نعيما وسعادة. لذلكم عباد الله، من نظر في نفسه وحاله سيجد عنده من التقصير في هذه العبادة العظيمة. ما منا من أحد إلا وهو يقصر في الخشوع في هذه الصلاة وفي إعطائها حقها من حضور القلب، فمستقل ومستكثر. فعلينا أن نجتهد في حضور القلب في الصلاة حتى نجد بركتها وسعادتها في أنفسنا، فإن شأن الصلاة عظيم. وفي هذا الزمن الذي كثرت فيه الصوارف والشواغل، ما أكثر وما أعز الخشوع فينا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومما يعين على حضور القلب في الصلاة أن يتذكر المسلم عظمة الله عز وجل وهو ينظر إليه وهو في الصلاة. فهل يرضى المسلم أن يقوم في الصلاة يناجي الله تعالى وقلبه مشغول بأمر آخر؟ يطلع الله عز وجل إلى قلبه فيرى أنه قلب غافل عن هذه العبادة العظيمة، يفكر في مشاغل الدنيا وفي مشاكلها ولا يستحضر أنه واقف في الصلاة. ألا يستحي المسلم من الله عز وجل أن ينظر الله إليه فيجده غافلا عنه وهو في العبادة؟ هذه مصيبة أن يكون الإنسان غافلا في الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. الفاتحة دعاء، سورة الفاتحة دعاء عظيم، بل هي أنفع الدعاء كما قال ابن القيم رحمه الله. فلهذا شرع أن يقول المصلي بعدها آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، أي استجب لي دعائي في هذه السورة العظيمة
التي أولها ثناء وتعظيم وتمجيد لله، ثم فيها الطلب، طلب أعظم المطالب: اهدنا الصراط المستقيم. فختمها ربنا بالتأمين: اللهم استجب. فكيف يرضى المسلم أن يدعو الله بهذا الدعاء وهو غافل؟ هل يستجيب الله له؟ كلا، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وفضله وإحسانه أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا من الخاشعين في الصلاة، وأن ينفعنا بهذه العبادة في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم يا رب العالمين، اللهم أصلح، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا سيدنا الخلق. الله أكبر.